تتزاوج في سيرة السفروي ارتباط المال بالسلطة، وتطور هذه العلاقة على مدار ثلاثة ملوك صنعت هذه العائلة مكانة اجتماعية وسياسية ومالية واقتصادية مرموقة وذائعة الصيت بالاقتراب من دوائر صنع القرار وبمراكمة الملايير من الدولارات باستغلال منجم الغسول الذي تحول إلى ملكية خاصة لأكثر من 60 عاما. كيف تغولت هذه العائلة في الاقتصاد المغربي؟ وكيف تحولت شركة أنس الصفراوي لشركة عابرة للقارات؟ وكيف تحول أنس الصفراوي إلى إمبراطور للعقار؟ هذا ما نطرحه في هذه الحلقة على مستويات متعددة، بداية مع هذا التقرير الإخباري. يصعب على محب الكسل أن يعملوا بالقرب من أنس الصفراوي صاحب مجموعة الضحى، فهذا الملياردير يبدأ العمل في الساعة 8 صباحا ولا يتوقف إلا في ساعات متقدمة من صباح اليوم الموالي. لهذا لا يستغرب العاملون معه عندما تصلهم رسائل إلكترونية على الإيميل تدعوهم إلى اجتماع رسمي في حدود 11 ليلا أو في منتصف الليل مثلا، ويمنعه عشقه للعمل حتى من أخذ قسط وافي من العطل السنوية خلال العام الواحد. فأنا الصفراوي لا يمتع نفسه إلا بعطلتين سنويتين كل عام، الأولى من أجل أداء مناسك العمرة، والثانية ومدتها 7 أيام يمنحها لنفسه خلال نهاية السنة في غالب الأحيان. وبخصوص الهوايات، فأن الصفراوي يعشق التحف الفنية واللوحات التشكيلية التي يقوم باقتنائها بشكل مستمر، وهي الهواية التي أصبحت مفضلة لدى بعض رجال الأعمال والسياسيين المغاربة. يعشق الصفراوي أيضا التزحلق على الجليد، كما يحب التنقل بطائرته الخاصة في غالب الأحيان. ولا يقف عشق الصفراوي للرياضة عند هذا الحد، بل كان في سابق عهده يهوى رياضات فنون الحرب، بل حصل في سن مبكرة على أحد الكؤوس في رياضة الكاراتيه. صحيح أن أنس الصفراوي يدير بالكثير لأبيه عبد السلام الصفراوي أحد رجال الأعمال الذين برزوا عقب استقلال البلاد، والذي أسس بمعية أخيه عبد الصمد الصفراوي الشركة الوحيدة التي تستغل الغسول إلى اليوم في المغرب بموجب عقد حصري وقعه مع وزارة الداخلية كان يتم تجديده كل 10 سنوات، إلا أن دور الابن بدا بارزا بعد ذلك في تنمية ثروته الشخصية، بعد أن احتل أنس الصفراوي المرتبة الثالثة بين أثرياء المغرب في تصنيف مجلة فوربس الأمريكية لأغنياء العالم بثروة تقدر ب 1.3 مليار دولار. تأهب الصفراوي سنة 1987 لخوض غمار قطاع جديد وتجريب حظه في الإنعاش العقاري، وكانت أولى ضربة كبيرة حققها في نشاطه الجديد عندما اقتنى قطعة أرضية ب 30 مليون درهم ليبيعها بأضعاف مضاعفة لثمنها. لهذا يعتبر الكثيرون ممن يعرفون الرجل أنه تمكن من بناء ثروته الضخمة انطلاقا من اشتغاله في مجال العقار. وخلال سنة 1995 طرح الحسن الثاني مشروع إحداث 100,000 سكن اجتماعي، وكان الصفراوي من أكبر المتحمسين للمشروع، وأطلق اسم الضحى على مشاريعه العقارية، حيث أقبل المغاربة بكثرة على شققه السكنية بعد أن سحرتهم العبارة الإشارية الشهيرة شراء بثمن الكرة، والتي استلهمها من عنوان كتاب كان معروضا في واجهة مكتبة في شارع شانسليزي بباريس. وفي عام 2006 حقق الصفراوي رقم معاملات كبيرة جدا،
حين قرر طرح 35% من أسهم شركة الضحى في البورصة لبيعها للعموم. تم بيع السهم الواحد بحوالي 580 درهما، ودرت هذه العملية ما يقارب 2.7 مليار درهم على الرجل. وما زال المضاربون في البورصة يتذكرون جلسة 26 نوفمبر 2006 بعد أن تخاطلت الأوامر بالشراء كالمطر على الوسطاء الماليين عقب تسرب أخبار بشأن إطلاق مجموعة الضحى مشروعا ضخما بشراكة مع مستثمرين أجانب. وبذلك أقفل السهم جلسة ذلك اليوم محققا حجم تداولات تجاوز مليار درهم. وفق رواية أحد المهندسين الماليين غدا ذلك، فوجئ الجميع وهم يشاهدون على القناة الأولى مراسيم توقيع أنس فريوي في الرباط بحضور الملك اتفاقية تهم مشروع استثمار بغلاف 11 مليار درهم. إذن للتعليق على هذا التقرير، هناك تقديم 6 ملاحظات أساسية على المستوى التاريخي. أولا، أن تراكم ثروة السفيوي منذ 1961 سنة اعتلاء الحسن الثاني للحكم ومنحهم منجم للغسول تتجدد رخصته كل 10 سنوات من طرف الأب عبد السلام الصفراوي الذي كان من أعيان الاستعمار وبمشاركة أخيه عبد الصمد الصفراوي. ثانيا، من سنة 1961 إلى 1986 ظلت العائلة مجتمعة في مجال الغسول ومشتقاته التي تباع بأسعار غالية خارج المغرب وتحقيق ثروات ضخمة تحت جناح المخزن. ثالثا، علاقة أنس الصفراوي بالقوية والجيدة مع إدريس البصري وزير الداخلية الذي قدمه إلى الملك الراحل الحسن الثاني. رابعا، منح الملك الحسن الثاني للعديد من الامتيازات وخصوصا لأنس الصفراوي بإنشاء مشاريع عقارية ضخمة في المغرب. خامسا، انفكاك أنس الصفراوي عن عائلته والاتجاه في تنويع تجارته العائلية بالاتجاه نحو العقار والسياحة والإسمنت ثم البورصة فيما بعد انطلاقا من سنوات 1980. سادسا، موت إدريس البصري وتراجع أنس الصفراوي إلى الخلف حفاظا على مصالحه وعلى تجارته. إذن يمكن أن ننظر إلى تراكم ثروة الملياردير أنس الصفراوي من خلال 5 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة 1961 إلى 1980، حيث كان أنس الصفراوي تحت جنح عائلة آل الصفراوي ومنجم الغسول. المرحلة الثانية 1980-1999، مرحلة الاستقلال عن العائلة وبداية تحقيق الذات وربط علاقات قوية مع إدريس البصري ومع الملك الحسن الثاني وحاشيته وتحقيق ثروة طائلة وبداية تنويع مشاريعه الاقتصادية. المرحلة الثالثة 1999-2006، موت الحسن الثاني وبعد ذلك إقالة إدريس البصري من طرف الملك محمد السادس. أنس الصفراوي يتراجع إلى الخلف حفاظا على مصالحه الاقتصادية والابتعاد عما يسمى بشبهة البصري. المرحلة الرابعة 2006-2013، توسع مشاريع أنس الصفراوي والدخول إلى عالم البورصة بإعاز من المخزن وتحقيق أرقام خيالية والتوسع بشكل كبير في المغرب وخارج المغرب خاصة الدول الإفريقية. المرحلة الخامسة 2013-2020، تراجع أنس الصفراوي إلى الوراء مرة ثانية إلى الخلف إثر توتر العلاقات مع الهولدينغ الملكي والمنافسة القوية واتباع التعليمات الصارمة دون زيادة ودون نقصان. يمكن إبداء 4 ملاحظات أساسية حول شخصية أنس الصفراوي. الملاحظة الأولى، أنه ترك الدراسة للتفرغ للتجارة. ثانيا، لديه
قوة حدس كبيرة وتوقعات لا تخطئها العين. مثلا يعرف ما يتقدم حينما تفتح الأبواب في وجهه، وكذلك يتراجع حينما يشعر أن الأبواب توصد أمامه بقوة. ثالثا لديه قدرة كبيرة على التوغل وخلق علاقات قوية والاستعانة بها وقت الحاجة والتخلص منها وقت الحاجة، كمثال علاقته بدريس البصري. رابعا نوع من مشاريعه الاقتصادية، من تجارة الغسول إلى العقار، وهو إلى الشريك الأساسي في شركة الطيران دريم فلايت، إلى الأبناك القرض العقاري والسياحي، مرورا بعالم البورصة التي حقق من خلالها ما يقارب 3 مليارات، ثم إلى عالم الإسمنت، يملك 8 مصانع للإسمنت بالمغرب، وهو المالك الوحيد الذي ينتج مادة كربونات الكالسيوم في المغرب، إلى محاولته التوغل بعشرات المشاريع داخل القارة الإفريقية. إذن يمكن النظر إلى ثروة الصفوي بعد 2013 بين تصريحين هامين. يقول أنا الصفوي في التصريح الأول: تحملوني لسنوات أخرى، وهو يحيل إلى أنه مستمر في مجال العقار الذي خفف منه، وكذلك في مشاريعه الأخرى. التصريح الثاني للرجل يقول: أنا أقبل بكل ما يريد سيدنا، المهم كل ما نقوم به لكي نكون في القمة وتمثيل المملكة بطريقة جيدة. عندما يقال لنا يجب أن نكون هنا وهنا، نحن هنا. وعندما يقال لنا لا يجب أن نكون، ذلك ما نفعله. السياق التاريخي لهذين التصريحين بعد 2013 والعودة إلى تنفيذ الأوامر المخزنية بحذافيرها عند أنس الصفروي الذي يعرف المخزن وعقليته. لذلك نلاحظ مجموعة من الصحف والمواقع المغربية الإخبارية كتبت عن أنس الصفروي بلغة حادة بعد 2013 وبعد الربيع العربي. مثلا مجلة تيلكيل أفردت تحقيقا مطولا بعنوان: تيلكيل تحقق في صعود واندحار نجم أنس الصفروي إمبراطور العقار بالمغرب، وأركز على كلمة اندحار. جريدة أخرى كتبت: أنس الصفروي حياة بعيدة عن القصر، وأركز عن كلمة بعيدة عن القصر. الملاحظ من نظرة العناوين أن الصفروي لم يعد مرغوبا فيه لدى دائرة السلطة، باعتباره يعتبر ثالث أغنى رجل أعمال في المغرب، ويحتل الرتبة 25 حسب مجلة فوربس في إفريقيا، ويحتل الرتبة 1356 عالميا. وحسب مجلة تيلكيل، والتي وصفت العلاقة بحالة عدم الاستقرار المالي وبركان هائج، علاوة على توتر الصفروي مع دائرة السلطة، وهو ما يضع مجموعته مرة أخرى على حافة النار. الخلاصة العامة: تعتبر شركة الضحى من أكبر المجموعات الاقتصادية المغربية والأكثر ربحية، تحقق أرباحها الصافية بنسبة 7.5%، لكنها بالمقابل تعتبر من أكبر المجموعات مديونية، إذ تتجاوز ديونها حسب تيلكيل إلى 9.4 مليار درهم، بمعنى أن مديونيتها أكبر من رقم معاملاتها التجارية، وتلك قصة أخرى. في حياة أنس الصفروي ترى بالعين المجردة مشاهد البذخ التي لا تنتهي: طائرة خاصة، وعرس أسطوري لابنته بملايير الدراهم، ومظاهر أخرى. وبالمقابل الاستمرار في استغلال منجم الغسول الذي أصبح ملكية خاصة للعائلة لأكثر من 60 عاما،
وبالمقابل هناك عائلات طويلة وعريضة وجحافل من الفقراء في المغرب، وهو مشهد متناقض تماما. فهل المال يصنع المال كلما كان الاقتراب من دائرة السلطة؟ وكلما تم الابتعاد عنها ارتسمت معالم الفقر. نأتي على نهاية حلقتنا، أرجو من الأصدقاء والمتابعين دعم قناة طريق النجاح، وهي قناة تعليمية بامتياز تقوم بشرح البرامج المعلوماتية وتقديم دروس للتقوية والدعم. بدعمها والاشتراك فيها ستجدون رابطها أسفل الفيديو. أسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.